الله مشاهدي ومستمعي مسك الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقتنا الجديدة من برنامج معكم في رمضان. بساعتنا اليوم عنا كتير من المواضيع يلي بدنا نناقشها مع ضيوفنا الأعزاء، ولأنه هدف البرنامج هو الثقافة الصحية والنفسية والاجتماعية عند الصائم بشهر رمضان، فحنسلط الضوء على أعراض ومشاكل وربما يواجهها الصائم، وغايتنا الأساسية هي محاولة إيجاد علاجات وحلول وتقديم توصيات لكم لحتى يكون صيامكم سهل وهين. أما عن ضيوفنا فبفقرتنا الأولى رح نحكي عن وظائف الكلى، من هو مريض الكلى وكيف تتشكل الحصى لدى الصائم، مع الدكتور مأمون الخطيب. ضيفنا الثاني هو الأستاذ محمد السيد، ورح نناقش معه موضوع العصبية والانفعالات يلي بترافقنا أحيانا أثناء صيامنا. أما هلأ فاصل قصير ونرجع لنبدأ مباشرة، خليكم معنا. أهلا وسهلا فيكم عن جديد متابعينا. بداية حلقتنا اليوم 9 رمضان، الله يجعل صيامكم مقبول بإذن الله. اليوم حلقتنا وفقرتنا مفعمة بالمعلومات المهمة للغاية، وخاصة لمن يصنفون من مرضى الكلى. لنتعرف سوية بفقرتنا الأولى مع الدكتور مأمون الخطيب، وهو استشاري مسالك بولية وعقم ومدير أيضا مستشفى أنصار باسطنبول. لنتعرف مع بعض عن وظائف الكلى، من هو مريض الكلى، كيف تتشكل أصلا الحصى، ولماذا في شهر رمضان لدى الصائم. دكتور مأمون خطيب معنا؟ نعم، لبين ما يجهز أكيد الدكتور الدكتور مأمون الخطيب بفقرتنا هي الأولى متابعينا ومستمعينا الكرام، رح نركز على جانب مهم للغاية. في بعض الأشخاص ما بيقدروا يصوموا من مصابي مرضى أو من مصابي الحصى في الكلى، أو حتى مصابي أي نوع من أنواع الآلام ربما التي يعانون منها في الكلاوي. حنشوف مين هن الأشخاص يلي بيقدروا يصوموا، مين يلي ما بيقدروا يصوم، مين شو لازم يعملوا، إجراءات اللي لازم يراعوها في صيامهم أثناء السحور، في فترة السهرة ما بين الإفطار والسحور. كل هاي التفاصيل بإذن الله راح تكون مع ضيفنا والدكتور مأمون الخطيب. كمان راح نتناول موضوع يتعلق بالأغذية التي يجب أن يتجنبوها مرضى الكلى أو حتى الأشخاص الذين يعانون من حصى في الكلاوي. نعرف نحن أن الحصى لها أسباب عديدة للتشكل في الكلاوي، أو حتى ربما تكون موجودة ومتموضعة في الحالب وربما في المثانة بمناطق متعددة في الجهاز البولي. رح نتعرف على كل هالتفاصيل أكثر وأكثر بفقرتنا الأولى. فقرتنا الثانية إذا بدنا نحكي شو في عنا فيها أفكار ومواضيع رح نناقشها، رح تكون العلاقة بالانفعالات والعصبية والغضب الذي يصاحب الصائم أحيانا في فترة الصيام وفترة عمله، ربما في أثناء وجوده في المنزل، أثناء علاقاته مع أصدقائه مع الأقرباء، ربما تظهر بعض الحالات العصبية والانفعالات، وتكون التبريرات حاضرة ربما لأنه صائم. هذا التبرير تبرير أنه هالعصبية عم تكون بسبب الصوم، رح نتعرف على أسبابها، سواء كانت هي عن جد حقيقية، عن جد يصاب الصائم بهي الانفعالات لأسباب منطقية ربما تكون نفسية أو حتى جسدية معينة، رح نتعرف عليها أكيد كمان بفقرتنا الثانية، ونشوف الأوضاع الاجتماعية والعلاقات الأسرية. أكثر من الأشخاص الأبهات بيصيروا بيعيطوا على أولادهم، ربما الزوجة ممكن يصير في عندها حالات عصبية وانفعالية، حالة نفسية غير مستقرة بسبب الصيام، ربما بسبب الجوع العطش أو أي مشاعر أخرى واضطرابات أخرى سلوكية قد تحدث في أثناء الصيام. بكل هالتفاصيل رح تكون معنا أكثر وأكثر. أكثر من الأشخاص المدخنين بشكل خاص، رح نخصص محور كامل بالفقرة الثانية للحديث لماذا المدخنين لربما هم أكثر الأشخاص عصبية وانفعالا، غضبا، توتر دائم موجود عندهم. ليش هي الحالة عم تكون متكررة عند هالفئة من الأشخاص؟ هل هو بالفعل فرصة شهر رمضان فرصة لهدول المدخنين أنه كمان يقدروا يكونوا مقلعين عن التدخين بعد رمضان؟
أي التفاصيل كلها هذا حتكون معنا أول بأول بفقرتنا الثانية وموضوعنا الثاني. طبعا رح أرجع ذكر أنه نحن بانتظار تعليقاتكم، رسائلكم، أو حتى اتصالاتكم، لحتى نعرف شو في عندكم استفسارات حابين توجهوها للخبراء، للاختصاصيين الموجودين باستضافتنا أو اللي هن ضيوفنا ببرنامج معكم في رمضان. وأيضا رح نحاول نخصص يوم الجمعة لنستقبل اتصالات متعددة أكيد حول أي نقطة، أي استفسار، أي مشكلة، أي مرض، أي ألم ممكن الصائم عم يحس فيه وما عم يعرف يلاقي له حل وما زال مترافق معه. يعني نحن هلأ 9 أيام أو 9 أيام من شهر رمضان، لربما أكثر الأعراض اللي رافقتنا وأنا واحدة منهم هي اللي كانت أول يومين خليني أقول من شهر رمضان كان مترافق في وجع راس شديد، آلام بالمعدة أحيانا. هدول الأعراض في كثير من الأشخاص خلص يعني ما عاد حسوا، صار يومهم عادي وطبيعي بعد أول يومين من رمضان، لكن في بعض الأشخاص اللي إلى الآن بيواجهوا مشاكل أو ربما أعراض خليني أقول بعد الصيام، أثناء السحور، في يومهم الطبيعي، في خلال صومهم. شو أسباب هاي الأعراض اللي لساتها مستمرة لحد الآن؟ كيف فينا نساعد الأشخاص أنه ما يبقى يشعروا فيها ولا يعانوا منها، ويعني يضطروا أنه في بعض الأشخاص بيضطروا ليفطروا؟ يعني أنا مثلا امبارح عم بحكي مع أحد قريباتي قالت لي والله عم بضطر أفطر، ما عم بوصل لمرحلة من آلام في وجع الرأس الشديد والصداع والألم اللي بينزل على العيون، عم تقلي عم بضطر أفطر. كل هدول الحالات لربما رح تكون يعني بعمق أكثر نطرحها، وأيضا يكون في إلها إجابات مباشرة من مع الدكتور المختص اللي رح يكون معنا يوم الجمعة ليجاوب على كل هالاستفسارات. نعم الدكتور مأمون الخطيب وهو استشاري مسالك بولية وعقم مدير مستشفى أنصار باسطنبول صار معنا جاهز. يسعد صباحك ورمضان كريم دكتور مأمون. أهلا دكتورة، الله يسلمك، صباحك الله يسلمك. وصباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دكتور. السؤال الله يسلمك يا رب دكتور، السؤال العام اللي نحن هلأ حابين نبلش فيه فقرتنا، وظائف الكلى، ما هي وظائف الكلى بأجسامنا؟ وظائف الكلى هي أهم وظيفة يعني، وهي فرز الشوائب والأملاح من الجسم وتنقية الجسم من الأملاح والشوائب والسموم اللي موجودة في الدم وطرحها خارج الجسم. نعم دكتور. طرحها خارج الجسم. نعم نعم. نعم سمعانك سمعانك. تمام. طيب إذا نبلش نحكي عن موضوع أثناء صيامنا، مرحلة الصوم هي كلها، كيف عملية الكلى ممكن تتأثر لربما بسبب قلة المياه أو أنواع معينة من المعادن والفيتامينات اللي لازم تكون موجودة أصلا للكلى؟ يعني دكتورة الصيام لساعات طويلة له تأثير على معظم أعضاء الجسم وخصوصا الكلى. نعم. وبالتالي الآلام الكلى في رمضان هي نتيجة لقلة شرب الماء خلال ساعات الصيام. وهذا سببه يعني في سبب نقص كمية السوائل في الجسم. مما يحدث خلل في وظائف الكلى فتصبح غير قادرة على طرح أو التخلص من الأملاح والسموم الموجودة في الجسم. هي أصل وظيفتها ذاتا طرح السموم والأملاح خارج الجسم بسبب قلة السوائل، لأنه هو عملية فرز الكلى، عملية فرز بسبب قلة السوائل تؤدي إلى ترسب الأملاح على الكلى، وهي بنتيجة حتمية إلى بيصير ألم في الجوانب أو بما يسمى بالمغص الكلوي. طبعا نحن الصيام له عدة فوائد، يعني الصيام أكيد رب العالمين ما شرع الصيام إلا له فوائد كبيرة. بس نحن لازم نعرف، لأنه صوم ما قالوا إلا في له سبب يعني من هالشيء، لأنه الصيام له فوائد كبيرة، فقدان الوزن الزائد،
خفض فرص الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وكذلك إراحة الكلى. يعني هي الكلية بتشتغل 24 ساعة، ما بتوقف ولا دقيقة. لذلك نحن وقت منخفف عنا السوائل والأكل والهي ممكن ترتاح شوية، بس بحد معين لازم الحين نحن له المشكلة هي. تماما. طيب دكتور مأمون، كونه نحن هلا عم نركز على موضوع الكلى وخاصة بأثناء الصيام، في بعض الأشخاص وكثير من الرسائل وردتنا أنه بيعانوا من ألم حاد أحيانا بيرافق قبل الإفطار، هذا الألم بالكلاوي، شو سبب هذا الألم؟ لربما كيف نقدر نقي أنفسنا منه أو حتى نحمي حالنا من هذا الألم؟ هلا نحن قبل ما نحكي على يعني كيف بدنا نحمي نفسنا، بدنا نعم. نحكي على الاعراض اللي ممكن تصير برمضان. يا ريت. يعني اهم عرض يصير هو الم في احد الجانبين او بالجانبين بالخاصتين، يعني او زياده في تركيز الاملاح في البول، نعم. وبالاضافه الى تغيير لون البول والحرقان اثناء البول. يعني بيجي المريض بيقول لك انا لون البول غامق، مع انه المفروض الحاله الطبيعيه انه يكون البول قريب من لون الماء، يعني اغمق شوي من الماء بس ما يكون غامق كثير. لذلك تغيير لون البول وحرقه اثناء البول معناته في مشكله، يعني معناته المريض ايوه او الشخص ما عم ياخذ سوائل كافيه لحتى يتعدى هالمشكله. هذا بيخلي الاملاح والبلورات والترسبات تزيد بالمشكله وتسبب هالالام. نعم. طبعا نحن يعني اهم شيء نحن النصائح اللي بدنا نعطيها للمشاهدين برمضان، يعني اهم شيء الصيام طبعا فرض، ومثل ما حكينا له فوائد فوائد كبيره، كبيرة بس صحيح. نحن نعرف كيف بدنا نصوم. نحن اول شيء اهم شيء مشان تجنب الام الكلى وتجنب هالمشاكل لازم توزيع شرب الماء على مدار ساعات الافطار. يعني نحن تقريبا عم نصوم 15 ساعه في اسطنبول، بالضبط، وعم نفطر بنفطر تقريبا 9 ساعات. لو نحن ناخذ بكل ساعه، لانه الطريقه العمليه والطريقه الصحيه انه ناخذ كل ساعه بين ال 150 ل 200 ملل ماء، يعني كوب كبير من الماء. ايوه، اذا اول نصيحه هي شرب الماء على فترات متقطعه ما يقارب 150 ل 200 لتر. يعني بحدود 3 لتر. 3 لتر، هي نعم. هي الكميه وقت، نعم، بحدود ذاتا الطبيعي الانسان طبيعي بيشرب بحدود 3 لتر. 3 لتر، بس نعم. نحن بدنا نوزعها، لانه في مرضى كثير بيجي مثلا قبل الامساك بربع ساعه بيشرب مثلا 5 اكواب 6 اكواب مي، وبعدين بصير بيطلع الحمام كثير. انا يعني خلال رمضان هلا بلشت المرضى تيجي لعندي، انا عندي تبول زياده في الليل، يعني بعد ما بنام بسال المريض كم كوب مي بتشرب، اللي قبل الامساك انا بشرب 5 او 6 كاسات. هذا غلط. لهذا السبب هذا غلط، لازم نحن نوزع السوائل على كل فترات الإفطار. نعم، هي نصيحة نعم. بالفعل أنا حابة أركز عليها دكتور، هي موضوع المشروبات الغازية أيضا، يعني إلى جانب المياه هي رقم واحد أكيد من ناحية السوائل اللي لازم نشربها، وضع المشروبات الغازية والعصائر ربما المحلاة، هل يعامل نفس معاملة الماء أم لا؟ لازم ننتبه لهذا الموضوع. لا هلا احنا الماء هو يعني لحاله، المشروبات الغازية طبعا ممنوعة برمضان، يعني هي بكل الأيام ممنوعة، ما بالك برمضان، بالضبط، لأن هي فيها أملاح وفيها أزود. وبالإضافة أنه ذات الواحد تركيزه للماء أخذه للماء أقل. نعم. لذلك نحن بننصح برمضان أنه تكون العصيرات طازجة، جميل. يعني أو الشاي الأخضر، الشاي الأخضر والعصيرات طازجة، والشوربة طبعا كتر من الشوربه والسوائل هي بتفيده اكثر برمضان. نعم دكتور مأمون، اكيد حنتابع مع حضرتك باذن الله المواضيع والمحاور الاخرى، لكن احنا رح نطلع لفاصل اعلاني قصير متابعينا ونرجع لنكمل، خليكم معنا.
مرة في تركيا، أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرنا متكاملا. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري باشاك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553 45 59. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. هل تفكر بجهة موثوقة تستلم عنك أعباء المعاملات في تركيا؟ شركة غرس الاستشارية تقدم لك خدماتها الاحترافية، نخبة من أمهر الاستشاريين والخبراء في كافة المجالات بخبرة تمتد لسنوات. ننجز كافة أنواع معاملات الإقامة في تركيا، وندعمك في تأسيس شركتك وإطلاق نشاطك التجاري بوقت قياسي. وإن كنت تود الحصول على تأمين صحي في تركيا بأفضل الشروط، أو ترغب بإتمام معاملتك للجنسية التركية مقابل عقار أو استثمار، غرس الاستشارية في خدمتك. محاسبة قانونية، خدمات الترجمة المحلفة، استخراج أذون العمل وغير ذلك من الخدمات القانونية. شركة غرس الاستشارية، وجدنا لخدمتكم. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. انت اطعام النوم ولادي، اشكو راجو وفؤادي، من يوم ولدنا وانت معنا، مهما الدنيا غربت وسهلا فيكم عن جديد متابعينا ببرنامج معكم برمضان. وفي رمضان بدي ارجع ارحب بالدكتور مأمون الخطيب. يسعد صباحك واوقاتك دكتور، اهلا وسهلا فيك. اهلا دكتور، الله يسلمك. الله يسلمك يا رب. دكتور حكينا نحن قبل الفاصل شلون وضع المشروبات، كيف لازم يكون موزع خلال فتره الفطور او الوقت اللي نحن بنقدر نشربهم فيه. خلينا ننتقل للب حديثنا صراحه، وهو موضوع قدر أو سبب تشكل الحصى عند الصائم، حصى في الكلاوي عند الصائم. قبل ما نناقش نحن وياك دكتور، خلونا بس متابعينا نشوف تقرير قصير أعدته الزميلة مجدية كريمة، وبنرجع مباشرة لنكمل الحوار مع الدكتور. الصيام لساعات طويلة له تأثير على معظم الأعضاء وخصوصا الكلى، لأنها المسؤولة عن تنقية الدم للتخلص من الفضلات والسموم والحفاظ على اتزان وتركيز المعادن في الدم وتصنيع البول. والصيام السليم تترتب عليه عدة فوائد صحية، لكن جني هذه الفوائد مشروط باتباع الصائم لعادات صحية
ومن أهمها شرب كمية كافية من الماء لتعويض نقص السوائل في الجسم وترطيب الكلى حتى لا تصاب بالضرر كتكون الحصوات مثلاً، وهي ترسبات صلبة مكونة من المعادن والأملاح التي تتشكل داخل الكلى. تتكون الحصى في الكليتين نتيجة لتغيرات في المستويات الطبيعية السليمة للسوائل والأملاح والمعادن ومركبات أخرى يحتوي عليها سائل البول، ولذلك تزداد نسبة الإصابة بالحصوة في رمضان بسبب الجفاف وعدم استهلاك كميات كافية من السوائل. كما يمكن أن تتكون الحصى من الكليتين على أساس وراثي، فعند تعرض أشخاص آخرين في العائلة نفسها إلى الإصابة بحصى الكلى فمن المرجح أن يصاب بها آخرون من أفراد العائلة أيضا. في معظم حالات حصى الكلى قد يطلب الطبيب المعالج أن تتم معالجة المريض في بيئته المنزلية، وقد يصف له الطبيب المعالج أدوية من شأنها أن تساعد في خروج الحصات من الجسم. وللوقاية من تكون الحصوات يجب الحرص على تناول كميات كافية من السوائل خلال ساعات الإفطار بما يقارب 8 إلى 10 كؤوس يومياً، وذلك بهدف المحافظة على صفاء سائل البول، كما ينصح بالتقليل من الملح والأغذية المحتوية على الأكسلات مثل السبانخ والمكسرات. رجعنا لكم عن جديد. دكتور مأمون، تابعنا بالتقرير يعني أسباب لربما مختصرة عن تشكل الحصى في الكلاوي، هل يمكن أن نعزز ذلك انتشاره أو تشكله بشكل أكبر في شهر رمضان لأسباب أخرى؟ يعني أنا ما سمعت التقرير دكتورة، ما عندي صوت كان. نعم ما في مشكلة، إذا بتحب أنت حضرتك توضح للمشاهدين. أنا أتكلم شوية أنا تماما على أسباب تشكل الحصيات. يعني في العادة نتيجة الحصيات تحصل نتيجة ارتفاع تراكيز بعض أنواع المواد التي لها قدرة على تشكيل البلورات. نعم. التي تؤدي إلى الحصيات مثل الكالسيوم أو الكالسيوم أوكسالات أو حمض اليوريك أسيد، هذول أكثر اثنين بيسببوا الحصيات. أيوة. طبعا نحن شعب مفرط بالكالسيوم أوكسالات ومفرط باليوريك أسيد. يعني هدول وين بيكونوا أسوار. بتركزوا بالأكل دكتور أو بالشرب؟ نحن هدول رح نتكلم بالنسبة للكالسيوم أوكسالات. الكالسيوم هو موجود بالحليب، ألبان، أجبان ومشتقاته. نعم. الأوكسالات هي موجودة بالأوراق الخضراء، السبانغ، الملوخية أو الأوراق الخضراء إجمالاً بالإضافة إلى الطماطم. بس نحن الاكثر اللي بنشوفه حصيات اليوريك اسيد. نحن اول شيء شعب بنحب اكل اللحوم، ثاني شيء اللحوم الحمراء، ثاني شيء البقوليات والبروتينات اجمالا. يعني نحن مشان الصائم ما يجوع بكثر بروتين، بكثر بيض بالضبط، بيكتر عدس بتعرفي برمضان، بيكتر فول، بيكتر حمص. يعني اكثر اكلات نحن بنستهلك، اكثر اكلات او العرب اجمالا اكثر اكلات بنستهلكها هي البقوليات والعدس. يعني شوربه العدس هي اساسيه، الفول، الحمص، التسقيه، هذول كلهم اساسيات، بالاضافه الى البيض. هذول كلياتهم احد اسباب تشكل حصية اليوريك أسيد. نعم نعم. طيب في هلأ على فرض هدول هن الأسباب مثل ما ذكرت حضرتك هن اللي ممكن أنه تساعد بأنه تتكون هاي الحصى، في آلام معينة رح يشعر فيها المريض الحصى بهاي الفترة أثناء الصيام؟ يعني هي تدله أنه لازم بقى يتعالج سريعا. هو أول شيء نحن مشان نمنع هاي كلها، هي أهم شيء شرب الماء بمعدل. نعم. حكينا يعني اقل شيء لترين الى ثلاثه، بالاضافه الى تناول الخضروات والفواكه الغنيه بالماء مثل الخيار، الخس، الجرجير، الفجل الابيض، البطيخ، هذول بتساعد على ترطيب الجسم طول النهار. جميل. وتحود يعني حصول حصيات او ترسبات
بالجسم. بالإضافة السلطة الخضراء، يعني السلطة لازم نستهلك كمية منها كبيرة، لأن مثل ما حكينا السلطة الخضراء فيها كمية سوائل كبيرة. الشغلة الثانية إنه الأعراض، متى يعني متى المريض يراجع الطبيب إنه أنا عندي أعراض حصلت بالضبط؟ هذا هو يعني ضروري فعلا نركز عليه. أهم شيء يعني أهم شيء كيف المريض بده يفرق بين ألم الحصوة من ألم الظهر. يعني نحن دائما بيجينا مرضى كثير، بيجينا مرضى مثلا مريض توجع بطنه، أو مريض معه ألم في ظهره، أو معه شد عضلي، بيجي على طبيب المسالك، أو بالعكس ممكن يكون معه حصوة يروح على طبيب العظام. أهم شيء أول شيء الحصيات إلى ثلاث أماكن ممكن تتشكل فيها، ممكن في الكلية أو في الحالب أو في المثانة. بالضبط. وكل مكان ممكن تعطي أعراض مختلفة. عن الأخرى. دكتور مأمون عم تسمعنا؟ على ما يبدو في مشكلة عند الدكتور، إن شاء الله يا رب. الدكتور عم تسمعنا؟ تمام. تفضل. انه عم تقول في اعراض مختلفه لتموضع الحصى. نعم، اكثر شيء هي الالم. اول عرض هو الالم، ثاني شيء خروج دم مع البول. ايوه، يعني اكثر شيء المريض بيجي بيقول لك انا معي الام في جنبي. طبعا هي الالام من الخاصره وتنتقل الى الامام. وممكن طبعا مع اعراض الالم دائما الام الكليه بتكون شديده ومتزايده، يعني الألم بيبدأ بيشتد كل شوي، بيشتد المريض بيصير معه غثيان، بيصير معه إخياءات، بيصير معه يعني بينزل معه تعرق، وما بيسكن الألم إلا مريض الكلية، مريض الحصوة ما بيسكن الألم تبعه إلا يكون يروح على مستشفى وياخذ مسكن. بالضبط، صحيح. يعني إيه هذا مريض يعني خلص متفاقم بقى، بيكون الألم شديد غير طبعاً غير محتمل. غير محتمل. وقت حطوا الآلام، يعني آلام الكلى من الآلام الشديدة جدا. يعني أنت تصوري إحنا قديش بنعرف إن أمهاتنا وتقولوا الولادة مرض ألم الحصوة أصعب من ترتيبه، أصعب من آلام الولادة. نعم. طيب دكتور، إذا باختصار ممكن نقدر نعطي هيك ولو رؤوس أقلام لإمكانية التخلص من هالحصى؟ هلا إمكانية التخلص من الحصى، أول شيء إذا حصوة صغيرة أقل من 6 ملي 7 ملي بتنزل بالعلاج، ما بيلزم أي تدخل جراحي. نعم. أو عملية. إذا الحصوة أكبر من 7 ملي أو 8 ملي ممكن تلزم تدخل جراحي. طبعا اليوم التدخلات الجراحية بالنسبة لأمراض الحصوة صارت نادرة كثير، لأنه عندنا طرق كثيرة مشان إزالة الحصوة. أولا على مكان، حسب مكان الحصوة، إذا كان مكان الحصوة في الكلى ممكن تفتيت من خارج الجسم بالأمواج التصادمية ونتائجه جيدة. بالإضافة إنه إذا كانت في أسفل الحالب بالمنظار، ندخل من عن طريق المثانة. نعم، بالمنظار ونستأصل الحصوة. بس أنا بدي أتطرق للحوامل الخاصة. بس دكتور، في إمكانية نحن يعني نخصص لها حلقة يعني مستقلة؟ دكتور مأمون بالفعل داهمنا الوقت بإذن الله، رح يكون معنا لقاءات أخرى. بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هالمعلومات والتوضيحات. إن شاء الله بإذن الله دكتورة. أهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا لك، كنت معنا الدكتور مأمون الخطيب. شكرا دكتورة. أهلا وسهلا فيك. استشاري مسالك بولية وعقم، شكرا. أما هلأ متابعينا فصار الوقت لنطلع لفاصل دقة الساعة، وبنرجع بعده لنكمل. لا تروحوا بعيد، خليكم معنا. الثانية عشرة مساء بتوقيت حلويات السلطان في اسطنبول. منذ أكثر من ثلاثة عقود
ونحن نكبر معكم يوماً بعد يوم. واليوم تزين منتجاتنا موائدكم في معظم دول العالم، وتستمر حلويات السلطان بعد دخولها لموسوعة جينيس بحصد جوائز التميز والإبداع عربياً وعالمياً، لتكون حلويات السلطان اسماً يليق بكم أينما كنتم حول العالم. نلبي طلباتكم أينما كنتم حول العالم. هاتف 0552-32-23-106. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. هل تفكر بجهة موثوقة تستلم عنك أعباء المعاملات في تركيا؟ شركة غرس الاستشارية تقدم لك خدماتها الاحترافية، نخبة من أمهر الاستشاريين والخبراء في كافة المجالات بخبرة تمتد لسنوات. ننجز كافة أنواع معاملات الإقامة في تركيا، وندعمك في تأسيس شركتك وإطلاق نشاطك التجاري بوقت قياسي. وإن كنت تود الحصول على تأمين صحي في تركيا بأفضل الشروط، أو ترغب بإتمام معاملتك للجنسية التركية مقابل عقار أو استثمار، غرس الاستشارية في خدمتك. محاسبة قانونية، خدمات الترجمة المحلفة، استخراج أذون العمل وغير ذلك من الخدمات القانونية. شركة غرس الاستشارية، وجدنا لخدمتكم. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. مني ومولادي، عشق وراجو وفؤادي، من يوم ولدنا وانتي معنا، مهما الدنيا غربتنا، انتي رفيقة عمري ودربي. Yeah.
ورجعنا لكم عن جديد متابعينا ببرنامج معكم في رمضان، وفقرتنا الثانية اللي كالعادة هي مخصصة لطرح الجوانب ونناقش فيها المواضيع الاجتماعية والنفسية اللي قد ترافق الصائم، منها أعراض تؤثر على مزاجه. نحن اليوم بفقرتنا رح نحكي مع الأستاذ محمد السيد وهو معالج نفسي، رح نتناول موضوع الانفعالات العصبية، الغضب، ربما الحالة النفسية التي ترافق الصائم وقد تكون تعكير للمزاج وعدم راحة، اضطرابات سلوكية قد ترافق هذا الصائم أثناء فترة الصوم والصيام. لبين ما يجهز أكيد الأستاذ محمد، أستاذ محمد صار معنا جاهز. يسعد لي صباحك وكل عام، يسعد لي أوقاتك وكل عام وأنت بألف خير أستاذ محمد. أستاذ محمد، نعم فقدنا الاتصال، لبين ما نرجع يزبط جديد مع الأستاذ محمد. موضوعنا بهي الفقرة بتصور خلال هلأ هالتسعة أيام اللي مروا من رمضان، في كتار من الأشخاص صار في بعض المشاحنات، ربما الغضب، الانفعالات العصبية، التوتر اللي عم يرافق الصائم، سيدة، شاب، أب، طفل، من كل الشرائح، ربما هناك العديد من الحالات الانفعالية، السلوك خليني أقول شوي له طابع غضب أو انفعالي رح يكون أثناء الصيام. شو سبب هذا الموضوع؟ شو سبب هذا التغير بالسلوك بشهر رمضان أثناء الصيام بشكل خاص؟ ليش بصير هذا الانقلاب والتقلب بالمزاج المفاجئ، التوتر على أبسط ربما الأمور، يعني أبسط الأمور الصغيرة ممكن يكون في شيء بسيط زعجه للصائم وهو ما قدر وصار في عنده مشاعر غاضبة وانفعالية. صار الأستاذ محمد السيد جاهز معنا، يسعد لي أوقاتك أستاذ محمد وكل عام وأنت بألف خير. أهلا وسهلا فيك، الصوت شوي بعيد، لو بتقدر بس تقرب لنا المايك أو شيء لحتى يصير الصوت أزبط. نعم أستاذ محمد، انفعال، غضب، عصبية، الحجة دائما عم تكون إني صائم. شو سبب التقلبات يلي بتصير بالمزاج، أو كيف يأثر أصلا الصيام على المزاج والحالة النفسية؟ أستاذ محمد نعم تفضل. أيوة. هلا حقيقة هو تقلب المزاج أو تغير المزاج خلال شهر رمضان، كثير من الأشخاص يربط هذه المشكلة بالصيام بشكل مباشر، لكن في الحقيقة إنه ما في ارتباط مباشر بين تقلبات المزاج أو العصبية والصيام بحد ذاته. ربما بعض المشاهدين يستغرب من هذا الكلام، لذلك خليني أوضح جزئية مهمة. موضوع التقلب المزاجي، الجوهر فيه هو مجموعة من العادات السلوكية اللي نحن كوناها أيام الإفطار، أيام ما في صيام، ما في شهر رمضان. تغير هذه العادات هو اللي بيخلينا نحس بهاي التوبات الانفعالية أو التقلب الانفعالي. عم بتكلم بالضبط عن بعض السلوكيات الإدمانية، الكافيين، الشاي، القهوة، التدخين إلى آخره. هلا هذا العامل الرئيسي الاول اللي بيخلينا نقول انه تقلب المزاج بيعود الى انقطاع هاي العادات. شخص متعود كل نهار يشرب قهوه، شخص متعود كل نهار يدخن، لما بيصير في عندنا انقطاع عن هاي العادات بيصير في عنده هذا الاضطراب الانفعالي او هذا التوتر والانزعاج. في سبب ثاني لكن ما هو الرئيسي، اللي هو انخفاض السكر في الدم للاشخاص ما عندهم تنظيم لطعامهم اساسا، وبالتالي لما بيدخلوا في رمضان فبيكونوا متعودين طوال الوقت في نفقات من السكر عم تفوت عندهم على جسمهم وعلى الدم. لما بتنقطع هاي التغذيه السكريه ان صح التعبير فبيصير في تقلبات الانفعاليه. تقريبا هذول السببين الرئيسيات. والسبب الثالث هو ما نسميه الايحاء، انا صائم فانا اكيد بكون اخلاقي على واقفي على نخشي، انا صائم فانا اكيد حكون معصب. فهي اهم ثلاث اسباب حسب نقول هي تقف وراء حالات التوتر المشهوده برمضان.
نعم استاذ محمد، صراحة انا يعني كنت حابة اتعمق اكثر بموضوع سرعة الغضب، زيادة الانفعالات النفسية والعصبية ربما لدى الصائم. حضرتك ذكرت انه التبريرات ممكن تكون هيك، لكن بشكل عام دائما يعني ما غالبا بنشوف التوتر عم يكون باتجاه سلبي، ما عم يكون في شيء عندنا راحة نفسية، مزاج باتجاه الايجابي خلينا نقول، او الجانب المشرق البراق، ليه؟ نعم. هلا حقيقه هذا موضوع الايحاء كثير بحده فيه القناعه تبعي انه انا متماسك بهدوئي واسترخائي لسبب انه انا عم باكل دائما او انه انا بشرب السيجاره او بشرب فنجان القهوه. ربما نحن في علم النفس نقول دائما ان السلوكيات هي نتاج للافكار. نعم. وهي معادله مهمه. فلما انا اصير عندي تعديل للفكره بدل الفكره الحاليه، طبعا انا زماني منخر واذا انا ماني شارب قهوه الصبح بنضل مزاجي معتر. اذا زرعنا احنا في انفسنا فكره بديله بتقول انه انا طالما صائم فانا الغايه الكبرى للصيام لعلهم يتقون التقوى، وبالتالي انا اذا صايم الصيام حيكون عون لي، فربما تعديل الفكره لكون الى تعديل السلوك. طيب استاذ محمد، ليش بنشوف دائما المدخنين هم اكثر الاشخاص انفعالا، عصبيه، غضبا في شهر رمضان اثناء الصيام؟ استاذ هلا خلينا نوضح جزئيه التدخين شو بيعمل ببساطه. نحن في عندنا بالدماغ وبالدم في عندنا مجموعه من المواد الكيميائيه نحن مخلوقين عنا اياها. نعم. لما انا بيصير في عندي ادمان على النيكوتين الموجود بالدخان ولا بالاكله ولا بالبيك ولا باي وسيله ثانيه، نحن عم ندخل ضمن بيئه الدم وضمن البيئه الداخليه للجسم ماده جديده هو الجسم مش موجود فيه، فبيصير الجسم مبرمج انه انا في عندي 1-2-3 مواد زائد نيكوتين. لما نجي على الصيام باقي المواد هي افرازها داخلي، باقي المواد هي الغدد عم تفرزها، هي موجوده. طيب لسبب قطع النيكوتين ينخفض بالدم والدم تعود على وجوده، فبتصير هي الحاله بتلاقي بتشهد نوبات الغضب اكثر شيء حالات الادمان عموما، سواء كان عم يحكي عن نيكوتين ولا مواد ادمانيه او اسراف المخدرات وغيرها. طيب اذا بدنا ننتقل لمحور ثاني بس اكيد شديد الصله بموضوع الانفعالات والعصبيه، بنلاحظ الاباء في عندهم هذا الجانب، الام ربما كمان ايضا في عندها حالات من الغضب المستمر دائما على اولادها، هذا اكيد عم ياثر على الجانب الاسري والعلاقه الاسريه داخل المنزل، او حتى بما يتعلق بالموظف، المدير، اي مكان، اي عامل، اي باي مكان عم يشتغل فيه، بنلاحظ هدول التوترات اللي ممكن تصير، المشاحنات اللي قد تؤثر، ما قد اكيد يمكن تؤثر سلبا على هذا الجو. في شو فينا نعمل نحن بهي الحاله؟ نعم، حابب اشكرك على هذا السؤال لانه نقلني على نقطه جديده حابب اشارككم فيها. رمضان من خصوصيته بانه بيصير فيه تغيير بالنمط الغذائي، قطاع عن الطعام والشراب لساعات محدده بالنسبه للصائمين. لكن في جانب ثاني اللي هو الى حد ما نحن نعمله بايدنا، اللي هو التغيير في اللايف ستايل، في نمط الحياه اساسا. لذلك انا دائما المراجعين عندي استاذ هلا في المركز او في عيادتي بقول لهم لا تجمع على نفسك مشقتين، مشقه الصيام عن قطاع الطعام والشراب ومشقه الصيام عن النوم. للاسف من الظواهر غير الصحيه في رمضان فكره انه كثير من الناس بتسهر كل الليل وبتفيق الصبح وبتنام من اول الصبح. هلا اللي عم نعمله نحن باجسادنا انقطع عن الطعام، انقطع عن الشراب، زائد صار في خلل عند الجسم ببرمجيه النوم والاستيقاظ، والساعه البيولوجيه والنوم والاستيقاظ ضابط اساسي من اجل ضبط الانفعالات. فلذلك خليني اوضح هذه الجزئيه قبل ما ادخل على اجابه سؤالك بالنسبه للاباء والامهات والموظفين. اول نصيحه ممكن نقدم اياها لهذول الاشخاص انه وقفوا حاله خربط اللايف ستايل تبعكم في رمضان. كثير مهم انك تحاول تحافظ على نومك قدر الامكان مثل ما هو، حتفيق على السحور، اوكي ما في مشكله، ولكن لا تحول كل ليلك الى سهر، اهم ساعات النوم هي بعد الساعه 10 او الساعه 11 مساء الى الفجر، هي افضل وقت نحن مبرمجين اجسادنا على انه ناخذ اكبر فائده من النوم فيها. فلذلك من اهم البوابات للسيطرة على الانفعالات قضية المحافظة على نمط الحياة والنوم مساء مش فجرا. نعم أستاذ محمد، نحن رح نتابع كمان بنصائح مستمرة وحتكون ختامية لفقرتنا حول كيف ممكن نخفف من الغضب، لكن متابعينا رح نطلع لفاصل إعلاني قصير ونرجع أكيد لنتابع، خليكم معنا.
تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. هل تفكر بجهة موثوقة تستلم عنك أعباء المعاملات في تركيا؟ شركة غرس الاستشارية تقدم لك خدماتها الاحترافية، نخبة من أمهر الاستشاريين والخبراء في كافة المجالات بخبرة تمتد لسنوات. ننجز كافة أنواع معاملات الإقامة في تركيا وندعمك في تأسيس شركتك وإطلاق نشاطك التجاري بوقت قياسي. وإن كنت تود الحصول على تأمين صحي في تركيا بأفضل الشروط، أو ترغب بإتمام معاملتك للجنسية التركية مقابل عقار أو استثمار، غرس الاستشارية في خدمتك. محاسبة قانونية، خدمات الترجمة المحلفة، استخراج أذون العمل وغير ذلك من الخدمات القانونية. شركة غرس الاستشارية، وجدنا لخدمتكم. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. مثل ما عودناكم في شركة طيبة للذهب، الموديلات المميزة والأسعار المنافسة. والآن طيبة للذهب صار أقرب إلكم. زورونا في فرعنا الجديد بشاك شهير مترو كنت، أو في فروعنا بجانب مسجد الفاتح سوق مالطا. 0551-339-275. مجوهرات طيبة، اسم من ذهب. لأول مرة في تركيا أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرناً متكاملاً. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري بشك شهير أليتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553-45-59. بالهم بنطلب رزقتنا، والأمل بيرسم خطوتنا، وحياتنا أفراح وسعادة، حب وراحة فال وإرادة، ونخلي الأيامنا معنا مسك الفرحة اللي بتجمعنا.
عودة عن جديد متابعينا بفقرتنا الأخيرة وختامنا طبعا مع الأستاذ محمد السيد. يرجع رحب فيك، أهلا وسهلا فيك عن جديد أستاذ محمد. كنا عم نحكي قبل الفاصل عن خطوات لضبط موضوع الانفعالات العصبية، منها ضبط مسألة النوم. هل هناك خطوات أخرى ممكن نحن نمارسها أو ندرب عليها لحتى نطبقها خلال صيامنا؟ نعم، حقيقة في أشياء نحن ننبه عليها عادة قبل شهر رمضان، وهي واحد ضبط ساعات الطعام وتقليل المواد الإدمانية، سواء كانت نيكوتين ولا كانت كافيين مثل القهوه ولا غيرها. هلا بما اننا صرنا في شهر رمضان، حابب انبه على شغله ان كثير من المدخنين يقع في خطا، وهو انه متى ما افطر بصير بدخن بشكل كثير شرعي كثير كبير، او بيشرب قهوه بشكل كثير شرعي، بيرجع بيعرض نفسه مره ثانيه لانقطاع مفاجئ عن السحور لهذه المواد. لذلك النصيحه الثانيه ممكن تنصحها بعد قضيه النوم هي قضيه تنظيم التدخين وشرب كافيين ولا الشاي ولا غيرها خلال فتره ما بين الافطار وما بين السحور. كثير من الناس بظن انه الجسم بيخسر، يعني احنا بنقولها مازحين، بنقول انت لست جمل، انت لما بتشرب شاي كثير الجسم مش حيخسر، وانما انت عم تشهد الكلى، اللي عم بصير انه الكلى عم تضطر تشتغل بزياده. فبالعكس تماما من الشراهه بالتدخين ننصح بالعكس علشان ما يصير في صيام او انقطاع مفاجئ للماده عند السحور. هي نصيحه ثانيه. النصيحة الثالثة كثير مهم خاصة الآن بهذا الفصل تقريبا فصل الصيف، ننتبه على قضية شرب السوائل خلال فترة الإفطار. كثير مهم إنه تغير ممكن جوالك كل ساعة تشرب كمية من المياه علشان بالنهار الجسم ما يحس إنه هو في حالة خطر نتيجة الجفاف، وبالتالي بيصير في انفعال زائد. أيضا كثير مهم قضية توزيع مهامك خلال اليوم، بمعنى أن بعد اليوم عندي 1-2-3 من المهام، كثير مهم انك تحط المهام بشكل صحيح، مو تجمع كل المهام قبل ما تفيق وتقضي باقي النهار كله عندك صداع وعندك وجع راس، ولا العكس. من هيك تجمع المهام قبل الافطار بعد تكون عم تشتغل بعصبيه ونفسك. ايضا من النصائح اللي ممكن نقولها هي شيء متعلق بحديث الذات. نحن كيف عم نحكي مع حالنا؟ نحن شو التصور اللي عم نعطيه عن سلوكنا؟ انا اليوم كمحمد بعد 4 ساعات من الان حيكون بايام الافطار حوالي ساعتين. حلوه الفكره. كثير مهم انه انا يكون كلامي مع حالي محمد انت حتبقى محافظ على هدوءك، لانه اغلبيه الصائمين للاسف يكون عندهم تصور انه بس صارت الساعه 4 انا حافطر. طب ما شرط، لانه الامر يعتمد على الاجسام والقوه والى اخره. فكثير مهم انه انا انتبه انا شو عم بحكي مع حالي؟ شو الاوامر وشو الرسائل اللي عم بعطيها لحالي؟ النصيحه الاخيره كثير مهم ننتبه على تغذيتنا، ناخذ اغذيه تكون فيها فيتامينات وفيها خضار وفواكه خلال فتره الافطار علشان حسين فعلا تكون علاقة. يعني نصائح ذهبية بالفعل أستاذ محمد، لكن أنا بدي أختم بسؤال، ليش الرجال هنن الأكثر، ممكن ربما يكون محرج، ليش الرجال هنن أكثر عصبية من النساء أثناء الصيام؟ نعم، غالبا الرجال أكثر عصبية، طبيعة المهام اللي بقوموا فيها غالبا هي تحتاج كجهد عضلي أكثر. الامر الثاني انا وجهة نظري كمان يوافق الجمهور فيها، لكن عموما المراه معتاده على تعدد المهام. في سيدات بدون رمضان بتلاقي انه هي عم تلحق البيت والشغل وشغلها اساسي عامله تنسى تاكل اصلا. أيوة. في سيدات تنسى تشرب، بينما الرجال عموما لا خلاص هو عم يشتغل بيعرف عنده ساعه غدا، بيعرف عنده سكول، بيعرف فهو حياته حتى لو منغمس بالشغل ما بيكون هيك. المراه عموما اكثر قدره على تحمل الضغوط ببنيتها بتعدد المهام من الرجال، ربما يكون هذا بس. عجبني الجواب، وانا صراحه يعني ممتنه لك انه مقدرين هاي الفكره، انه بالفعل السيدات هن عندهم قدره على تحمل العديد من المهام بنفس الوقت، يحملوا كذا بطيخه بايد واحده اذا فينا نحكي. انا بدي اتشكرك. كلام علمي. تفضل. هذا كلام علمي، العلم هيك بيقول يعني. تمام استاذ محمد، انا بدي اتشكرك بالفعل على هالتوضيحات المهمه اللي بتتعلق بموضوع العصبيه والانفعالات وكيف نقدر نضبطها بخطوات سهله وبسيطه. شكرا جزيلا لك الاستاذ محمد السيد معالج نفسي، شكرا جزيلا لك. شكرا لاستضافتك. لنا لقاء جاي باذن الله. متابعينا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، حلقة ممتعة وشيقة، إن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا منا. لقاءنا رح يتجدد بكرة على بنفس التوقيت من 11:30. كنت معكم أنا هلا الملاح، تبوا بألف خير، إلى اللقاء.
بالهم بنطلب رزقتنا والأمل بيرسم خطوتنا وحياتنا أفراح وسعادة حب وراحة فال وإرادة ونخلي الأيام معنا